جزاكم الله خيرا. هذا فضيلة الشيخ سائل يقول: ما حكم تأخير زكاة الذهب، وما هو القول الراجح في زكاة الذهب؟ الذهب الذي يعد للقنية أو للتجارة هذا بالإجماع فيه الزكاة، وأما الذهب التي تعده النساء للزينة والحلي هذا ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم، نظرا لأنه من الملبوسات والمستعملات وليس للنماء. نعم.